السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معكم طارق العقاد من موقع عرفوردي دوت نت ماكسون الدعم العربي، تكملة لدورة رامي الثعلب في الصحراء. وللمرة الأخيرة أنا بعتذر لكم للتأخير في رفع المحاضرات. إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. في شهر رمضان الفضيل أنا هخلص بقية الدورة إن شاء الله بإذن الله عشان نبدأ في حاجات جديدة. تكملة بقى للدرس الأخير، إحنا خلصنا الشارع والصحراء واليافطة والشجر والحاجات دي. دلوقتي المفروض إن إحنا نحط الموديلات، نجمع الموديلات جوه السين ونبدأ عملية الأنيميشن أو الحركة في السين بتاعنا. بس قبل ما نبدأ في الموضوع ده عايزين نعمل شوية حاجات، نجهز الأوبجيكتس بتاعتنا إن إحنا نعملها أنيميشن. أنا جمعت الحاجة دلوقتي هنا في فايلات ونزلت شوية تكستشرز من على النت عشان نستخدمها. خلينا نبدأ بالتوك توك مثلا. اوكي، احنا دلوقتي محتاجين ان الاوبجكت يحصل فيه حركة. طبعا الحركة اللي كانت حاصلة هنا مختلفة تماما عن الحركة اللي احنا هنشتغلها. تمام، شايفين التوك توك بيتعوج ازاي. احنا هنعمله حركة شوية فيها ريلستيك، ف تعالوا نشوف هنعملها ازاي. ده الاوبجكت اللي احنا خلصناه في احد الدروس بتاعت الدورة بتاعت التوك توك. طبعا احنا وشه مش محتاجينه قوي، احنا هنحتاج الظهر اكتر حاجة. فاحنا دلوقتي انا بحاول اظبط ان التوك توك يبقى كاوبجكت لوحده، والاكس الاكسس بتاعته تكون تحت. تمام، والعجل ده لوحده والعجل ده لوحده. تمام، فاحنا محتاجين دلوقتي حاجة اسمها سبرينج، يعني عشان ده يتفصل ويتحرك لوحده. تمام، اول حاجة هنزل تاج عليها على التوك توك على البودي نفسه، كاركتر تول تاجز كونسترينت. في الاعداد بتاعته بيختار، طبعا هو في كذا اختيار، بي اس ار، بوزيشن وسكيل وروتيشن واب وكليم وبارنت. هنختار السبرينج. تمام، السبرينج هتطلع لنا تاب جديده فيها شويه اعدادات هنحتاج لها تارجت، فاحنا هنعمل التارجت دلوقتي. فاحنا ممكن ننزل نال، نغير النال تو كيوب، نكبرها شوية كده. تمام، ودي ممكن نسميها توك توك سبرينج. تمام، هناخد النل اللي احنا عملناه نحطه في التارجت، او ممكن ناخده بالماوس على طول. تمام، هو عمل اللينس بتاعه الارتفاع اللي انا رفعته. هنختار دلوقتي الحاجة الأخيرة في السبرينج تاج، ان احنا هنشوف ان احنا حتى لو حركنا النل ده ايه اللي هيحصل في البودي. هل لو حركناه في البوزيشن يعمل سبرينج، ولا في السكيل، ولا في الروتيشن؟ احنا هنعوز روتيشن مبدئيا عشان نجرب بس نشوف ايه اللي هيتم. تمام، هو يعني الريل تايم اللي هيشتغل افضل لما نكون بنعمل بلاي. هنبدأ نشوف هنا العملية ماشية ازاي، انه اكيد هو بيبقى على مساعدين. انا معرفش، انا مركبتش تكاتك قبل كده، بس يعني اكيد دي زيها زي اي عربية فيها مساعدين. فالاعدادات بتاعت المساعدين دي عندك هنا في الستيفنس. لو انا عليت الستيفنس وجيت عملت بلاي عملت كده، هنلاقي ان هو بقى ناشف قوي معاه. تمام، تعالوا ننزل الستيفنس دي على زيرو مثلا ونعمل كده، هتلاقيه ايه هنا لازم واحد. تمام، بص بيعمل دراج معايا في قد ايه.
انا عادة هي بتبقى يعني ستاندرد 10، انا بعملها مثلا 15 وبشوف الكلام الجميل اللي بيتم. طبعا انا لو اشتغلت باي زاوية في الروتيشن اكسس برضو بيعمل انيميشن، برضو بيعمل سبرينج. طب هنحتاج بوزيشن، نجرب كده نشوف لو هنحتاج البوزيشن، نجرب كده نفعل البوزيشن. ممكن نحتاجه. طيب العملية هنا مش هتبان قوي الا لما نيجي نعمل انيميشن يعني، تمام. فاحنا دلوقتي خلصنا البوزيشن بتاعنا، تمام. يا بس طلعت فوق. تمام. هي لازم تبقى حاجة بسيطة كده، وفي الروتيشن تبقى برضو حاجة بسيطة كده في الانيميشن يعني، 0.51 مثلا بالكتير. طيب هنعمل نفس الكلام ده على الاتوبيس برضو، بس انا عايز اعمل حاجة هنا عشان تخلي الانيميشن بتاعك يعني في مزيد من الواقعية، يبقى احنا محتاجين نعمل ديتيلز اكتر. احنا عملنا ديتيلز في المودرنج، يعني نحتاج نعمل ديتيلز في التكشرز، ديتيلز في الانيميشن. خلي الانيميشن بتاعك دايما يكون بروفيشنال قوي عشان يبان ان انت راجل انيميتور بتقدر تعمل شكل كويس في الحركة. ممكن نفصل ايه؟ تعال نشوف هنا الكاب. الكاب ده هل احنا ممكن نتعامل معاه بحيث ان هو يتحرك معانا في فترة الانيميشن بتاعته ولا ايه؟ نغير الاكسس بتاعته، نخليها مثلا هنا، تمام. يعني لو عمل كده حاجة بسيطة كأنه يعني وهو بيلف في الحتة دي وقع أو اتحرك في الحتة دي كده، اتحرك مثلا أول ما يجي ينزل التوك توك، فاحنا عايزين هنا يعني يلف كده، تمام. يبقى نخليها الناحية التانية. اوكي، ممكن دي تتعمل انيميشن كي فريم باي كي فريم، سهلة جدا. وممكن نعملها برضو بالسبرينج، بس الافضل ان هي تبقى كي فريم باي كي فريم، لان السبرينج ممكن ينزل الاوبجكت جوه البودي غصب عنه يعني، فتبقى انيميشن افضل يعني. هنا الانيميشن هيبقى اسهل، تمام. هنا اخدنا زيرو وبعد كده يطلع وينزل وسبلاينات بقى في الانيميشن. طيب احنا كده خلصنا التوك توك، ممكن نغير بس اللون بتاع النل وهندوس سيف ونروح للباص. نعمل نفس الكلام ده في الباص. انا طبعا جمعت البص كله في النل وخليت كانت في الاول احنا خلصنا التوتوريال بتاع البودي بتاع الاتوبيس بتاع البص، عملناه يعني كان سيمتري، فانا دلوقتي بس عملت دوبليكيت للعجل بحيث ان تبقى كل عجلة مستقلة، ولما نيجي نعمل انيميشن نقدر نعمل انيميشن في العجل براحتنا، تمام. يعني انا بجهز دايما الموديل. طبعا احنا مش مهتمين، احنا ما اهتمناش بوش العربية لان غالبا هو ده اللي هيبان في ظهره بس، تمام. وهو غالبا كان باب واحد من طرف واحد بس مش فارقة يعني، احنا عاملين سيمتري فعادي.
ده الباص، هنضطر برضو نعمل الباص عشان الباص لوحده هنعمل له السبرينج كاركتر تاجز كونسترينت سبرينج، هناخد للسبرينج قبل ما نعمل روتيشن وبوزيشن هننزل النل بتاعتنا هنسميها الباص سبرينج تمام. ممكن نغير لونه من دلوقتي مثلا لون تاني كده كيوب نتيت كاميرا اورينتيشن نكبر تمام كده. ناخد بقى ايه الباص في التارجت وبعد كده نشغل الروتيشن. احنا كده كده تقريبا مش هنعمل انيميشن الروتيشن، بس احنا محتاجين ممكن بوزيشن، يعني هو مش بيلف الاتوبيس فغالبا هنحتاج الموضوع بتاع البوزيشن في الواي اكسس تمام. بص هو اول يعني هو لما بيحرك هنا كده لو عملت اندو الاوبجكت اللي هو النال بيرجع مكانه، بس الاوبجكت اللي معمول سبرينج ما بتعملوش ريفريش. لازم اعمل ايه؟ لو فضلت ادوس كده في الهواء بره كده بيعمل ريفريش بس ايه كانه بيعمل انيميشن، فانا افضل ادوس بلاي واوقفه بعد كده خلاص تمام. نسيف الكلام الجميل ده وبعد كده نروح للقنبله تمام. انا غيرت بس ايه السبلاينز كانت هي عاليه فوق انا نزلتها بحيث ان هي تمشي حول الموديل، وزودت حاجه في الموديل هنا زودت الحته اللي هي الباليتا دي فكرت ان احنا نحط لها تكشر اللي هي المذر بورد. ناخد المذر بورد نحطها هنا كتجهيز كده على السريع لان احنا دلوقتي الدرس ده هيبقى طويل شويه بس هنعمل فيه تجهيز الانيميشن والتكشرز تمام عشان ننجز. ده الاوبجكت فاحنا عايزين له سيت سيلكشن تمام. طبعا هو متغير كتير لانه طالع غلط فاحنا أنا ممكن نعمله كيوبيك فيت اوبجكت نبدأ نمشيها لو احنا عايزين. بعد هي عايزة تلف 180 درجة تمام سيملس حلو. الحتة دي كده ممكن نطلعها بالشكل ده اوكي. مش عايزين ريفلكتنس، ممكن نبقى نظبط التكشر اكتر لما نوصل لها. نصغرها كده اشيك تمام. انا نزلت فيديو من على اليوتيوب فري كوبي رايتس يعني من غير كوبي رايتس بحيث ان احنا نحطه على السكرينه بتاعت الديجيتال كلوك. طبعا هو كان مدته تقريبا 12 ثانيه وانا ضغطته وعملت عملت له تايم برامب في الافتر نزلته لاربع ثواني بس بحيث ان هو بيعمل كاونت داون. هنحطه في الديجيتال كلوك في التكشر دي دراج دروب وبعد كده ممكن نغير من يو في فلات تمام. تمام كده اوكي. يعني هو دلوقتي 11 ثانية بصوا تلاقي هنا بيقل لغاية 4 ثواني اوكي. ده هيبقى في الانيميشن. ممكن الكلام ده نعمل له بفر ويتعمل على الافتر عادي جدا، بس طالما الفيديو موجود وحاجة سهلة فممكن يتعمل على السينما عادي لانه كده كده هيترندر بيطلع بيترندر على السينما. يا اما لو هنعمل في سبيشال افكتس زي مثلا الجلو مثلا والحاجات دي ممكن تتعمل على الافتر وخلاص تمام. الاوبجكت بتاعنا ده انا حاطه كله في نل لانه كله الانيميشن بتاعه هيبقى عباره عن روتيت
وهيبقى فيه زي بونس بونس بونسينج، تمام. بس كده هنعمل سيف ونروح بقى على المين بروجكت. في حاجة بس هنتكلم فيها، هنبتدي فيها قبل ما نجمع الموديلات، اليافطة بتاعت الوونتد. ممكن ناخد اليافطة بتاعتنا كت كده ونروح نيو بروجكت. اوكي تمام. بص هنا في حاجة غلط، المفروض دي تبقى مع دول، تمام. والإعلان ده شكله بعيد شوية عن الحيطة، أيوة تمام كده. طيب احنا المفروض هنا ان في كورة، او يعني احنا نعمل حاجة جوست، يعني مش فعلا هنخلي التوك توك يكون كولايدر واليافطة تكون دايناميك فبالتالي ان هي تتكسر، لا احنا هنعمل جوست مثلا كورة سفير بتجري بتخبط في الاوبجكت في حين ان التوك توك بيعدي. وممكن نعمل التاني برضو، مفيش اي مشكلة. المهم ان احنا لو هنعمل تيست ممكن نجرب على جوست، تمام. فقبل ما نعمل الجوست ونعمل الدايناميك، احنا عايزين بس حاجة. طبعا على النسخة 17 ما كانش فيه لسه ادوات التكسير، كنا بنعمل التكسير يدوي. في ال R18 في الفيروني بيكسر اوتوماتيك وجميل جدا وامكانياته ظريفة وبيوفر وقت ومجهود كبير، بس طبعا هيخلي الخشب بتكسر كأنه طوب، يا اما احنا بقى هنضطر نعدل فيه. احنا هنا ممكن نعمل الكلام ده يدوي، هو هياخد وقت شوية بس يعني ظريف، مش ممل يعني. فانا هعمل واحدة وانتوا هتكملوا الباقي، تمام. خلونا ناخد سولو للاوبجكت ده ونيجي هنا على الاوبجكت ناخد له كاتس من غير فيزيبل اونلي، تمام. ممكن ناخد له كاتس كده، تمام. انا مش عارف اخدها دي كده، ممكن ناخدها كده، تمام. هناخد select only visible، نشيلها خالص وهنسلكت كل الحاجات التفاصيل اللي هي اللي احنا قطعناها، وهنتأكد طبعا في ال viewport ال perspective ان احنا عاملين select لكل ال object. لاحظوا هنا كده، تمام. اوكي طبعا احنا عشان عاملين اليو في كيوبيك فبتتمط، يا اما ممكن تعملوا ستيك او تتفرد تاني، بس احنا مش محتاجين الكلام ده، الكلام ده كله دلوقتي هيتظبط. هنعمل سبليت، هيطلع لنا اوبجكت جديد ناخده هنا، تمام. وممكن نمسح من دي على طول عشان بس نبقى عارفين ايه الحاجة اللي اتقطعت واتشالت وايه الحاجة اللي ما اتشالتش. هناخد الجزء اللي تحت ده ونأكد كده على الحاجات دي، سبليت، تمام. وهنكمل الجزء ده كده. طيب انا قطعتهم بالشكل ده، كل واحد لوحده. التركه هنا بقى ان احنا محتاجين نقفل الحاجات دي. ممكن تتقفل عادي بكلوز بوليجون عادي جدا، اوكي. الحته مثلا اللي ما تتقفلش معانا ممكن نعمل لها بوليجون بن نقفلها،
تمام. الحاجات دي يمكن مش هتبان قوي في الانيميشن، بس احنا لازم نشتغل بضمير. تمام، وهي دي مقفولة من هنا ready. طيب كده خلاص احنا كده خلصنا اول واحدة. تمام، ممكن ناخدهم نحطهم في نل قبل ما ناخدهم، وممكن على طول كده نعمل لهم سنتر اكسس، لان هي كل واحدة كده بقت لوحدها. سنتر اكسس يا جماعة، في هنا بوينتس تقريبا، لازم نعمل سيلكت اول اوبتمايز. تمام، وبعد كده سنتر اكسس. تمام جدا. طيب الطبيعي لما التوك توك يعدي ويكسر اكيد الورقة دي هتتقطع. تمام، فاحنا برضو محتاجين ان احنا نكسرها، بس المرة دي احنا مش هنستخدم التقطيع العادي، احنا هنا هنطبق الدايناميك العادي، وعلى الورقة هنطبق السوفت دايناميك. تمام، خلونا ندوس هنا على التاجز ونختار سيميليشن تاجز ريجد بودي. تمام، خلينا نعمل هنا أرضية مثلا. اوكي، نكبر الأرضية بحيث إن احنا نعمل تيست عليها براحتنا بعيد عن البروجكت وتقل البروجكت لو هو كان تقيل. تمام، هنخلي الأرضية دي simulation tag collider body. تمام، طيب هنا ايه اللي هيحصل؟ هنا اللي اشتغل الأوبجكت ده، بس احنا ما كملناش الأوبجكت اللي فوق، احنا مش عايزينه. بص، احنا محتاجين هنا ان احنا نظبط شويه اعدادات في الكولايدر. اول حاجه هنغير، لان احنا عايزين الكولايدر الديناميك بودي ياثر على كل الاوبجكتس اللي جوه. ممكن نعمل كليك يمين على التاج ونعمله كوبي تو تشيلدرن، او في هنا اوبشن يقول لك ايه ابلاي تاج تو تشيلدرن. تمام، وهنعملها هنا اول علشان تطبق على كل الاوبجكتس. تمام، اداه التكسير اللي في ار 18 هتأدي الغرض ده وهتخلصنا من الموضوع ده، ويمكن احسن من اللي انا عملته اكيد. فممكن تعملوها عادي على ار 18، وفي شرح للفيولوني معموله على واتس نيو ان ريليز 18 في الدروس العربي على الموقع. تمام، هي محتاجه ان هي تتظبط شويه في البونز، نقللها ونزود الفريكشن. تمام، هي طبعا انا لما بدوس بلاي هنا بتتكسر، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نطبق التاج ان هي تشتغل في الداينامكس، بدل التريجر يكون immediately يكون اون كوليجن. تمام، ان في لما حاجه تخبطه يتأثر، فكده مش هيشتغل الا لما في حاجة تخبطه. يعني لو افترضنا ان الأرضية هي اللي هتخبطه، تمام، فيتأثر. لو عملنا هنا كورة مثلا او سفير، تمام، خلينا السفير نطلعه كده هنا. تمام، وهنعمل لها برضو ريجد بودي، وريجد بودي ده هنغير، راح نعمل كاستم عشان نخليها تمشي قدام. فاحنا هنا في الاكس اكسس، هنا اكس واي زد، هنزود الاكس اكسس كتير ونشوف. تمام، يمكن واي كمان شويه. تمام، خلي دي 2000 عشان ما تبقاش سريعه. تمام،
في حاجات متعلقة في الهواء. في حاجات طارت. احنا مش عايزينها تطير قوي، ممكن نقلل السرعة بتاعته او قوة الدفع بتاعته. تمام. الزي اكسس برضو ممكن نخليها تمشي شمال شوية او تمشي يمين شوية. عموما احنا كده كده هنعمل التوك توك هو الكولايدر، فكده كده هيشيل الاوبجكت ده تماما. دي ليها حلول طبعا احنا ممكن نعملها، بس مش وقته. هي كل المسألة في الفريكشر تريجر. ايوه تمام. هنا لو انا زودت، تمام بص ده الحل بتاعها. بص هنا بتبقى ستاندرد 10 سنتي، هو بيقول لك تريجر فيولوستي الشوائب بتاعتها، فاحنا بنقلل الكلام ده شوية بحيث ان هو يتأثر بكل القوة بتاعتها. وكمان في هنا برضو اعدادات زي اللي احنا غيرناها برضو في الكاستم. تمام. زي ما هي كده هنطبق كل الاوبجكتس اللي فوق على نفس السيستم بتاع دي. تمام. ممكن دي نسميها واحد وخلاص. طيب هنا لما باجي بعمل بلاي بيحصل حاجة في الاوبجكت، هنا بيحصلش حاجة، بس لو افترضنا ان الماتيريال حصل فيها حاجة بنعمل للماتيريال دي كده، بنسلكت كل حاجة ونقول له ستيك تكشر بحيث انه ما يحصلش اي مشاكل في التكشر. تمام. ده لو فيها مشكلة، لو بتبوظ يعني احيانا تلاقي الموديل باظ منك خالص. يعني مثلا لو كده هو هنا بقى سليم عشان عمل ستيك خلاص، هو اوتوماتيك. تمام. يعني لو افترضنا ان حصلت مشكلة زي كده دي حلها. هنيجي بقى على الورقة، ده الاعلان. ممكن احنا كده كده عاملين اف اف دي، فممكن نطلع من الاوبجكت دوت كارنت ستيت تو اوبجكت بحيث ان هيبقى عندنا اوبجكت مستقل كده، ونمسح ده. تمام. هنيجي على الكاتس برضو، غفلنا الكورة هي فين. ايوه عايزين برضو كاتس هنا. الورقة ممكن نعملها كاتس زي حرف اكس مثلا كده كده. تمام. او واحدة مثلا، يعني كفاية ممكن تبقى واحدة كأنها اتقطعت، أو واحدة كده مثلا، واحدة كده لغاية هنا. اوكي. فتبقى 3 حتت، خليها هنا في النص أظرف. تمام. هنعمل نفس النقطة اللي احنا عملناها في الخشب، هنسلكت الحاجات دي. أنا قطعت كل واحدة كده بقت مستقلة كده وبعضها. تمام. ممكن نعمل لهم ستيك عشان نبقى ضامنين هي يو في اصلا. لا خلاص مش مشكلة، طالما يو في يبقى احنا في السليم. هناخدهم كلهم في ون نول، نسميها مثلا اد اوكي او وونتد. برضو هنطبق سيميليشن تاج، بس المرة دي سوفت بادي. هنخلي التاج هنا apply to children. تمام. هنخلي دي all، هنخليها automatic مو dynamics. تمام. هنخلي dynamics بدل immediately on collision. اوكي. بحيث ان الكورة برضو لما تخبط، خلي بالكوا دلوقتي حصل في حاجز عن الكورة. يعني الاول لما كانت دي بتبقى، يعني لو احنا افترضنا ان دي مش هتبقى موجودة وجينا ضربنا الكرة، هنلاقي الكرة بتخبط عادي وبتجري. دلوقتي ده لو موجود
الموضوع هيبقى مختلف، هيبقى في حاجز هيقطع الورقة ويعدي. نجرب كده، هتلاقيها بتقف شوية أو بتهدى عن الأول. فممكن تزود الكوليجن بتاعها أو تزود السرعة بتاعتها في اتجاهها. تمام. يعني دلوقتي ايه، يعني عملنا تقطيع للورقة بشكل بسيط، ممكن نظبطها أكتر في الإعدادات بتاعة السوفت بودي. بس هي دلوقتي شكلها ظريف عامة، احنا مش عايزين نلعب في التفاصيل دي. هي ورقة دي شكلها ناشف وطالعة مظبوطة نوعا ما يعني. تمام. بس هي عمالة ترقص كده، فده محتاج ان هي يبقى فيه هنا فريكتشر اكتر. مش عايزين باونسينج كتير. نجرب. تمام. ممكن الأرضية نفسها نقلل الفريكتشر بتاعها والبونسينج. لا احنا كده قللنا الاتش خالص، عايزين نزوده. تمام جدا. طبعا احنا لو غيرنا سرعة الكرة هتأثر وهتخلي الحاجات دي تطير وتتطاير وتتقطع وكده. تمام. هنطبق الكلام دوت على بقية الأوبجكت وبعد كده نحوله على البروجكت تاني. أنا كده كسرتها كلها. تمام. بس احنا بقى هنكمل نعمل دوبليكيت للتاج بتاعة الداينامكس لكل الأوبجكتس اللي احنا كسرناها التانية. تمام. أنا كسرت العواميد برضو، فهنعمل دوبليكيت بس للتاج لبقية النولز الأوبجكتس الرايت والليفت ليهم كلهم. وممكن تبقى طالما هم كلهم زي بعض، بدل ما نعمل كل ده نشيل دي بره. تمام. ودي بره ودي تتحط هنا خلاص. نجرب كده. تمام. يعني دي اتحطت عليها، وممكن بقى عادي يتحطوا كلهم زي كده، مفيش اي مشكلة. ده لو هنحط مثلا كل حاجة في اليافطة او مثلا كله متجمع في حتة واحدة فعادي جدا برضو، كده كده هيكسر. تمام. لو زودنا سرعة القذيفة اللي جاية، طبعا كل ما تبقى اقوى كل ما يكسروا اسرع. تمام. لا سامعني. تمام. كده كده احنا مش هنستخدم السفير، هناخد الاوبجكت بتاعنا ده تاني كات، هنرجع تاني للبروجكت نحطه بيست. يبقى كده ركبنا الاوبجكت. ناخد بقى التوك توك، هناخد التوك توك والسبرينج بتاعه كوبي. ممكن نحط السبرينج جوه هنا عادي. ناخد ده كوبي نروح للبروجكت بيست. مش مشكلة السكيل، احنا كده كده ممكن نكبر السكيل، نطلع بره الكاميرا دي. تمام. نشوف السكيلينج ايه المناسب. نعتقد يعني حجمه كده مناسب. تمام. موضوع ان هي بتبوظ كده مفيش مشكلة، احنا كده كده ممكن نعدل. يعني لو عملنا بلاي ظبطنا العجل على الأرضية عادي، بنروح تاني للسبرينج تاج وهنلاقي هنا اللينس بتاعه، ممكن نزود لغاية لما نوصل للمقاس بتاعنا اوريدي اللي احنا كنا ظابطينه. يعني مثلا لو عملناها 200 اتس اوكي. تمام. هي بص طلعت 119، علشان هي دي لو اتظبطت كده هتلاقيها رجعت تاني. بص زيرو، ممكن نزود
بس انا كنت عامل ان السبرينج يبقى فوق شويه عنده، وانا عامله كده فوق شويه 200 مثلا، وهنا هنبقى نزود عادي. تمام، ممكن نخليها كده سيف، وقف ده كده. عايزين نحط للتوك توك سفير. نكبر السفير دي. تمام كده، كلام جميل. السفير دي هتبقى مختفية خالص، وهيبقى عليها ايه؟ هيبقى عليها ممكن نعمله كولايدر. تمام، بدل ما نقعد نعمل كولايدر لكل الاوبجكت ده، بنعمل حاجة اللي هي اللي هو الجوست اللي انا شرحتها لي. تمام، وهناخد الاوبجكت بتاعنا ونحطه فين؟ اليافطة بقى، هي دي. طيب ناخد ده كده نلفه شوية. تمام، ندخل جوه الكاميرا عشان الشادو ما يبقاش موجود. لو دوسنا F5 هيجيب لنا 4 فيو بورتس. نشوف بقى هنا الشادو اخره فين. تمام، هو كده كويس. هتروح تخبط، ما خبطتش. طيب نلفها كده شوية. تمام كده تاخد. هتيجوا ناخد كل الحاجات دي كده من غير الكاميرا والسكاي والحاجات دي في نل، ونسميها ستريت مثلا. ستريت، تمام كده الستريت كده بقى اوبجكت لوحده. تمام، ممكن نقفل دلوقتي الشادو، مش محتاجينه. نجيب بقى البص بتاعنا. بص برضو لو حطينا السبرينج هنا مش هيتأثر. كوبي بيست كده البص. طبعا مقارنة ب التوك توك هو بالنسبة له لعبة، فاحنا ممكن سوري نكبر البص بالنسبة للتوك توك يكون أكبر. تمام، يعني أعتقد مقاسه كده، لا كده مقاسه تقريبا كبير ولا إيه؟ ماشي كده حلو. أنا مش مهتم قوي بتفصيلة المقاسات دلوقتي، لأن إحنا متأخرين قوي وعايزين ننجز الحوار ده. تمام، ممكن نخلي الباص يكون جاي من هنا شوية كده. تمام، وبعد كده يمشي يجري على كده. لو انا عملت بلاي ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هو ما تأثرش، هو ما تأثرش، بس انا عايز ارفعه شوية كسبرينج عشان خاطر نعرف نعمل سبرينج براحتنا ولا ايه. طيب ارفع علينا ده كده شوية. تمام، نعتقد كده مناسب، بحيث لما نيجي نعمل انيميشن للسبرينج نعرف نعمله براحتنا، يبقى في مسافة يعني. تمام، مسافة دي نقدر نلعب فيها. جميل قوي، احنا كده جهزنا الحاجات الأساسية. فاضل طبعا القنبلة، بس مش مشكلة دي هنخلصها بعدين بعد ما نخلص الجزئية دي. أبدأ بس ما ايه، أبدأ في الانيميشن. انا حاسس بس ان البص ده
صغير، او هو الاوبجكتس نفسها كلها صغيرة بالنسبة للشجر وكده، فممكن ايه نكبر ده كمان. كده اعتقد افضل. نشوفه هنا كده بالنسبة للكاميرا، اعتقد كده افضل. تمام. نجيب التوك توك هنا مثلا، محتاج يكون هو مقارنة بالباص ايه نظامه، اعتقد كده كويس برضو. نظبط بس السبرينج. تمام. والسبرينج هنا برضو محتاج تقريبا يتظبط ولا ايه؟ ممكن نعمل كده على طول. خلينا نعمل كده، -5 مثلا. تمام. ونرجع الباص تاني مكانه، التوك توك مكانه. تمام كده ظبطنا مقاساته. توك توك عدد كان ولا اكتر من كده. تمام. الانيميشن هيكون بسيط وسهل، مش هنقعد نعقد الامور. ممكن نبدأ في موضوع الباص ده، نكون اللونج تو سبلاين، فنرسم السبلاين بتاعه. مثلا هنبدأ من هنا كده يجي لغاية هنا، يروح عامل لفة هنا بسيطة، وبعد كده يرجع تاني ويكمل طريقه. تمام. لو احنا قلبنا السبلاين تايب فروم بيزر تو بي بي سبلاين هيبقى أظرف. هنعرف نتحكم هنا أكتر. تمام. عسل كده. طيب بص، سينما 4 دي تاجز الاين تو سبلاين. عايزين نحط السبلاين جوه الباث، وبعد كده نشوف هيعمل انيميشن ازاي. تمام جدا، ماشي اهو بجنبه. هنشغل تريانجل عشان خاطر يمشي مع السبلاين، بس اعتقد السبلاين هيبقى تحت، فبالتالي هتلاقي الباص ماشي تحت الارض. ايوه زي ما توقع. نرفع السبلاين شويه، يا اما نرفع السبلاين يا اما ممكن نرفع الاكسس بتاعت الاوبجكت بتاع الباص، بس السبلاين اسهل لنا يعني. نرفع السبلاين اسهل لنا. تمام جدا. اوكي هيبقى هنا مثلا 500 فريم من 0 تو. طب احنا لما بنجهز الانيميشن بنبص الاول في اعدادات بتاعتنا، لو هنشتغل يعني 30 بير سكند، فريم بير سكند، ولا 24 ولا 25. 24 و25 دايما الميدل ايست بنشتغل بيها، دول اوروبا وفار ايست بيشتغلوا بال 30 بير سكند. 30 فريم يعني لو افترضنا ان الفريم بياخد ريندر معانا 10 دقايق، فانت هنا بتوفر 6 7 فريمات. تمام. 5 فريمات هنا، 6 فريمات، بتوفر ساعة مثلا في الريندر في كل ثانية. تمام. فالأفضل إن أنت تشتغل على مثلا يعني أقل تقدير 25 بير سكند، فريم بير سكند. تمام. أنا دايما بشتغل شغلي لتربتين فريم بير سكند، إن أنا شغلي بعمله لناس أجانب، فغصب عني هم بيطلبوا مني 30. تمام. إحنا عشان برضو نخلي الموضوع يبقى أشيك هنخليه 30. مش لازم يكون فول اتش دي، ممكن نختار المقاس الاتش دي عادي، الاتش دي اللي هو العادي خالص.
كنا احنا عاملين هنا السيت اب بتاع البروجكت اصلا، بس احنا هنحتاج دلوقتي هنا نظبط الانيميشن. احنا هنا مظبطين ولا ايه؟ تمام، نسيف، نيجي من هنا. يبقى احنا كده معانا كل 30 ثانية، يعني من 0 ل 30 فريم بير سكند، يبقى هنا ثانية. تمام، ممكن حتى نعمله ثواني لو احنا عايزين نقلب البروجكت من فريمز لثواني. سوري، ممكن نقلبه. هنغير اليونتس بتاعته from animation units from frames to seconds، فهيقلب لسكندز. انا هنا واقف في الثانية الأولى، تمام. انا كده فتحته هنا، عملته مثلا سي 20 ثانية، تمام. هعمل الانيميشن كله في 20 ثانية. هنا طبعا احنا ما حسبناهاش تقريبا، هنا من اول هنا بيجري كده، هو كله 9 ثواني، الانيميشن كله عامله 10 ثواني عشان يخلص. تخيلوا احنا بقالنا 6 شهور، 6 شهور، ده انا داخل في 3 سنين عشان اعمل 6 ثواني. طبعا انا بعملها براحتي، يعني ده مش شغلانه، يعني انا لو شغلانه هخلصها في الشغلانه كلها بالمودرنج بكله هخلصها في 3 ايام 4 ايام، بس دي لو كانت شغلانه يعني بروجكت هقبض فلوسه. بس انا هنا معلش انا بشتغل توتوريال، الناس بتشوفه بتتعلم منه، مش لازم يعني يبقى كل يوم درس، او مش ضروري ان انا اسابق الزمن عشان اخلصه. دي انا بالتلكيكه مني يعني. طيب قول 10 ثواني، فاحنا طبعا هنا مزودين كتير قوي، فاحنا هنخليها 10 ثواني. تمام، يبقى من 0 ل 30 ثانيه. تمام، خلينا ناخد الفريم من 0، نرجع بده ورا 0، نعمل كي فريم، نقول ثانيه وشويه يطلع هنا، او حتى ممكن لغاية 3 ثواني يعدي لغاية الاخر افتراضا، يعني نشوف كده سرعته. تمام، نزودها ل 4 ثواني. يعني اعتقد نوعا ما كويس. طيب ممكن نظبط ايه، نشوف هنا بيجري ازاي. نلاحظ موضوع الانيميشن هنا بيبدأ، لو بيبدأ بالراحة وبعد كده يجري في النص. الموضوع هنا في التايم لاين، هنلاحظ هنا في الانيميشن انه مش يعني في سبلاينز، الكيرف بتاعها سبلاين، الكيرف بتاعها اسمه سبلاين، في كيرف الهارد او اللينير او الستيب. الستيب بيخليه ينط من هنا هنا، يعني هي فجأة تبقى واقفة هنا تبقى واقفة هنا بعد كده تقف هنا. واللينير العادي خالص اللي هو ان انا اشوف الاوبجكت بتاعي بيمشي من اول فريم نفس سرعته لاخر فريم وفي نص فريم بالظبط. تمام، ممكن نستخدمه بالشكل ده، فان هو ده يدخل من شمال كادر الكاميرا ويكمل عادي. كلام جميل. هو هنا بيجري بزيادة ليه؟ هنا في لفة، والأوبجكت ده اللي هو السبلاين أدابتيف. أدابتيف يعني إيه؟ يعني إحنا لو طلعنا منه اكسترود هتلاقي الكاتس أو السيجمنتس في الحتة دي كتير، وهنا كتير، وهنا مفيش سيجمنتس خالص. فأنا بغير الأوبشن بتاعه من أدابتيف ممكن لـ سب ديفايدد. هنلاحظ هنا إنه اتلمع اتظبط. بص هنا بيمشي بسرعة كده، بيجري برضه سبحان الله. دي مع ان هو زودنا، طب نعمله يونيفورم. لو احنا غيرنا من البي سبلاين تو بيزر هنلاقي ممكن الوضع اختلف شوية. تمام، بس انا مش عارف حاسسها مش واقعية الحركة، بس ايه ممكن نظبطها. كلام جميل، سوفت
يبقى هنا كده، هنا جاية بزيادة، ممكن نجيبها كده، دي سوفت. اوكي نجرب. بيلف كتير هنا في الحتة دي، بيلف جامد، فاحنا ممكن نخفها. تمام. طيب هنا هتيجي بقى موضوع العجل، يا اما نربطه اكسبريسو ان هو يلف العجل مع حركة الانيميشن بتاعت اللاين تو سبلاين، يا اما نربطه اكسبريسو، يا اما نعمله يدوي. يعني ما تفرقش، دي سهلة ودي سهلة. تمام. لو هو مشروع كبير عندك وبتظبط فيه حاجات كتير، يبقى احنا هنضطر نربطه اكسبريسو. ما ننساش ان احنا بنشرح، يعني انا بشرح الدورة دي مش عشان اشرح ازاي بتتعمل الانتروهات بتاعت رامز جلال، لا، انا بشرحها عشان نتعلم من خلالها ازاي نعمل شغل زيه، مش لازم يعني نطبق نفس الدورة، ممكن نعمل حاجات شبيهة تكون او افضل منها، بس المهم ان احنا اتعلمنا التكنيكس ماشية ازاي. تمام. فانا دلوقتي هاجي عند الباص، عايز اظبط السبرينج، مش ده السبرينج، هنا. طب احنا كنا عاملين سبرينج بوزيشن كده، محتاجين روتيشن برضو. تمام. روتيشن هنيجي في السبرينج كوردينيتس، ثبت لنا الكلام الجميل ده هنا. كده سوري، يعني هنبدأ من زيرو، قول مثلا هنا من 10 كده، هي 10 فريم ل 20، خلي بالك دول 10 فريم يعني اقل من ثانية، يعني بص تقريبا نص، يعني اقل من نص ثانية، كمان ربع ثانية، 10 فريم يعني تلت ثانية بالظبط. تمام. نزود دي كده لتلاتة مثلا. طب هو الاسباس، ده في مشكلة، الباص لازم يبقى هنا كده، الاكسس لازم تبقى تحت. تمام. عشان كده هي ما كانتش متظبطه. تمام. Thank you.